مرحبا معلم. كيفك؟ ماشي الحال؟ في حج جارنا جاي جديد على البناية، عم بيقولوا سكن جديد، عم بيقولوا انه عنده الدش عم بيخش. ما سمعت. هذا شو خصني؟ لا انا قلت بقلك ليه، ان جاني جنون امبارح بالليل طلعت الصرخه. انا عندي ملح. عم بيقولوا عنده الدش عم بخش. ما بعرف شيء، انا عندي ملح مخصن فيه. لا قالوا له ده بلدش. ما حدا اجى قال لك شيء ولا هو سمعك حكي؟ ما حدا حكي شيء. لا جاني اذا مقطوع الدش عنده انا شو خصني؟ ما بعرف، عم بيقولوا انه عنده الدش عم بخش. طلع قال له انه الدش عندك عم بخش، ليه جاي لعندي على الملح؟ قلت بقلك. لا يا خي انا قلت بقلك. اهلا وسهلا فيك. اوبس. بونجور. ساكن جارك الحاج جديد بالبنايه؟ شو عم بيقولوا؟ اوبس. العالم جنن جنونه، قال عنده الدش عم بخش. صار ساعة بيجي عالم بيقولوا لي الدش عم بخش. انا عم اقول لك لا خصني بدش ولا خصني بساتلايت، بس العالم جنه عنده الدش عم بخش. جنة العالم، انا فاتح ملحمه، شو خصني بدش؟ دش عم بخش. ميرسي ميرسي. مرحبا، كيفك؟ دخلك الحج مرق لعندك شي اليوم؟ مين هيدا الحج ومين عم بيقولوا لي انه الدش عم بخش عنده؟ صار له ساعتين واحد رايح واحد جاي، الدش عم بخش. انا فاتح ملحمه خير، شو خصني بالدش؟ ما مرق يعني؟ صار مرقين اثنين، الدش عم بخش عن جارك فوق، انا شو خصني؟ ما بعرف انه لانه الدش عم بخش. لا لا حبيبي يسلموا. يعطيك العافية. يعطيك العافية. أنا الحاج جارك راح بج يا زلمة. عند الدش عم بخش. يا خي أنا شو خصني صار لكم ثلاث ساعات؟ لا 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 بس لحظة صغير، لحظة لحظة. أنا ما جاي أزعجك يعني، لحظة لحظة بكير رواق خي، تفضلوا. واحد اثنين تعال رواق. عنا الدش عم بيخش، عنا الدش. لحظة لحظة لحظة، نحن الـ MTV خيي، نحن الـ MTV عنا الدش. خيي الدش ومطير. عيش وطرب على الـ MTV. رح أطش أصابيعي وأنتم الدش ومطير. نحن على رمضان عنا البرنامج، عيش وطرب غير هذا البرنامج الوحيد اللي ما بيخش. حبيب قلبي. إلا بارك الله. الرئيس فادي حكينا نحن وياه، استدرجنا بطل بالهيبة باتريك مبارك على مطعم تعيد ضرب، أنا بحبه كثير والعالم حبته، نحضره سوا مع الفنان الكبير باتريك مبارك. دارونا